السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم هشام للطبخ. اليوم إن شاء الله راح نديروا وصفة تاع ميني كباب، يعني راح نخدموا اللحم كباب بصح نديروه ميني، هذا شغل صغار. أتمنى إن شاء الله تعجبكم. إذا بسم الله، هنا عندي تاع بيترا والاستعملو تاع الباتور كيما حبيتو. ندير فيها فيون داشي تاعي، عندي هنا نص حبة بصل رحيتها في الروبو، أربع ربطة معدنوس، حوالي ربع سنة تاع ثوم، برك التوابل ما كاش بزاف، شويه كزبر، كوريون كزبر يعطي ريحه بزاف هايله، شويه ملح، وشويه فلفل اسود هكذا برك. تقدروا تزيدوا ثاني شويه هيل ولا توابل الشاورما باش يجيكم الكو هذاك القاصح تاع الشيش كباب. انا راح نديرو هكذا هاد الخضره، كل مره نبدلو كيما راه درك، نحطو في البيترا وخليه تضرب شغل يتعجن، يولينا شغل هكذا شغل معجن شايد روحو. نوريك اللحم تاعنا من بعد ما عجنناه مليح. درك بسم الله نجيب كميه هكذا صغار، قولوا تاع 50 غرام، نكونها هكذا ونمشيها هكذا شغل ميني كباب كيما الكباب بصح صغير. مع دوك يزيد يطيب زيد يولي صغير كتر هكذا برك، وستفها في الصحن نخدمهم كامل هكذا. محمد شك دير بصح طافي طافي طافي. اذا هاملك الميني كباب تاعنا دوكا واش يبقى نروحو نطيبوهم، وفي نفس الوقت نجيو نطيبو من حنا راهم يطيبو، نغسلهم نار ما يطيبو ونجيو نطيبو الفري تاعنا باش نيتيليزيو فريتوز. اللي عنده فكره حاب يشري فريتوز ولا يدي فكره ليها، شويه زيت ونزيدو لها مرصو تاع زبده، الزبده تعاونها بزاف تجي بنينه. ونحطو شيش كباب تاعنا بسم الله، اذا لا فريتوز تاعنا هاي ليك فيها تاع 3 لترات لا ماكسوناشي، خلصتها 600000، شدها من الحامل 600000. بون جبتها بوكو بليز على جالي فيديو تاع انستغرام باش نخدمو حاجه شابه، تعرفو كي نطيبو الفريت نطيبوهم فريتوز خير ما نطيبوهم في المقلا باش يجي الفيديو شباب. في نفس الوقت نستعملها في اليوتيوب، قلت بالك كاين عباد حابين يشوفو فريتوز نعطيهم فكره. ويا في التوك تشوفو الطياب تاعها، سيدها البارح سيد بها شغل قليه تاع بطاطا، طيب لكم بطاطا مليحه وفي نفس الوقت ما تطولش كامل. واش فيها؟ فيها هنا تاع الدرجات من صفر حتى 190، بون ندي برونشيها ماشي بلاصيها، وهنايا عندها تشعلها ومنها تطفيها، وهنا فيها 10 دقائق 20 مينيت نص ساعه، زعما نص ساعه كي تلحق تلحق الدور 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 وين تجي الاوف تطفى ديريكت. هذا واش فيها؟ اول حاجه قبل ما تشعلها كامل دير الزيت تلحق على المينيموم على الاقل ولا بيناتهم ولا الماكسيموم وتبرونشي بسم الله، وتكون هنا طافيه. ثاني حاجه نجيو لهنا كيما البطاطا ما كيش نطيبوها باش تجيكم القليه تاعها شابه، بون صبروا شنو نهنيها بسم الله هكذا. حاجه اللي ما ضربش فيها تريسيتي كاين اللي فريتوز اللي عيو ضرب فيهم تريسيتي. دوك هنايا نريقليها 140 درجه 150 ماكسيموم 150، هما انا يكتبوا لكم 190 تاع طياب ديريكت، بصح حنا باش تجينا الفريت واقفه واش نديرو 150 خلوها تسخن. السله تاعي هاي عندها وين تكروشي نخليها تقطر، نوجد البطاطا تاعي لو طوني تسخن ونقليوها 150 وما داك نشوفوكش نكملوا لها النقطه. كما قلت لكم مع ما سخنتش الزيت عليه راهي اوف، لازم نديروها اون. دوكا تبدا تسخن مصباح نستنى باطا تفا الخضره كي تفا حب يقول لحقت 150، نتأكدوا بسم الله. أي والله راهي تقلى، خلوها تبع على 150 عند درجة هكذاك واحد 5 دقائق 6 دقائق. حنا على كل حكينا نفدوها راهي تبان بلي ولات طرية، نحوها نخلوها تقطر ونجو نزيدو لها 190. هنايا البطاطا تاعنا راهي طابت، كيفاش نعرف لكم 7 دقائق تكون طابت هي، تولي فيها التجاعيد بزاف تولي شغل مرخية طرات. نطلعها ونطلع دوك درجة الحرارة 190، أنا نزلت لها 190، نخليها دوكا. أشوفوا هنا شالت الخضر
كي درتها 190 شعلت الروح بالقرمه زعما لحقتش كي تفر خضر 190 نحطوها تتقلى واحد 2 مينيت 3 مينيت شغل تتحمر وتجي يابسه باش تجيكم كما تاع برا. نسيت باش نقول لكم عندها لقطه تاعها ثانيه هاوليك هنا تدخل وتغطيوها باش ما تطلق لكمش لا فابور هكذا تروح لكم كامل الاخر هكذا تغطيوها وتخلوها طيب. هذه نسيتها هكذا نشوفوا بلي تحمرت بزاف نرفدوها نديرولها غير هكذا باش تقدر مليح. هنا نطفو النار خلاص سيبو بسم الله كملنا معاها خليها تقدر مليح ولا تنشفها بالبابي وحده من الزوج. نجيب وحده اي نوكس هكذا نحطو فيها البطاطا تاعنا ونديرولها دركا الملح. الملح دركا راح يبان فيها بزاف بنين هكذا شويه الملح تعطي لها ملمس ديجا مليح شغل تولي حاشا والبنة تعود تبان اكثر ونطيبوها هاكم تسمعوا كيفاش هي تقلبع ما يشريا. هادي هي ان شاء الله تكون عجبتكم الفريت تاعنا ديت شويه شلاضه نزيدو شيش كباب تاعنا تقريبا راه واجد خاصته حاجه لازم نزيدوها له حنا لي زاجيري معروفين نحبوا الهريسه انا راح ندير هريسه تاع مور بزاف بنينه بسم الله هكذا فلي كوتي اللمسه هذه واعره بزاف ونديرها تك 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 ونخلوها. نجيو ندوقو كيما الخبز هذا تاع المره السابقه اللي استعملته بزاف سقساوني هذا خبز تاع تورتيه راني نشريه واجد بسم الله دوكا صيف من داك واحد يدير عفشه خفيفه شويه فريت شيش كباب شلاضه وبيان سير شويه هريسه بسم الله واحد البنة كارثة صحتكم.